انا عندي ارنبه. اختار عبد الله. عاش البصور بتاعك. لا طيب فتحت تليفوني يا برنس يا فصراحه لا كلامهم انا دلعوني. برافو يا فاطمة، صج بيضتي الوي بهالتحدي، فزتي بمدلة العيد لأن شريتي 3 قطع. صج صرفتي أكثر من عبد الله، لكن عبد الله شرى قطعتين بس. إشمال الشورت حق العيد؟ قلنا بدلة عيد. شوفوا بدلتهم وقولوا رأيكم. جايين اليوم حق بحيرة التنين، ليش مو يعني حديقة عامة وعندهم زبلان جدا مشهورة هني، ناويين نجربها إن شاء الله. شوفوا المكان، يعني الحديقة هذه كلها صايرة بوسط القاهرة، وهذه التكت سعرها 200 جنيه حق الزبلاين. طبعا المكان حيل حلو حق اللي عنده عيال يبهم عندهم هني الكلايمبينج، عندهم هذا الكلايمبينج الثاني يكون مستوى اصعب شوي. زين هني حق وايد اعمار، انه طبعا راح يلبسون اللبس مال الحماية عشان لا احد يطيح ولا شيء. فالمكان ما شاء الله تحفة. احنا حنطبخ ولا ايه؟ هو بس هذا كبار السن. شن صارت جاهز يا احمد؟ يلا بينا. بسم الله. يا سلام، عجيب الفيوم. جايين الحين حق واحد من اكبر المجمعات الموجوده هنا بمصر، كايرو فيستيفال سيتي، يبعد تقريبا عن القاهره، اخذ منا تقريبا نص ساعه. حيات. انا اختار كيكه العيد. دي ايه؟ تجي مع ايس كريم؟ مش مشكله؟ ايش رايك حامد؟ شنو نقل انت عاشرت الحين اسبوع؟ هو قال لي ابي شيء ارمش. دي بتاعت مين؟ قول ما تنسى. اقول ودي حق الخاسر اليوم. شالت له فشلت حلقة قلبي له شمعة والله. شوف هذه الموسيقى حق على جوال. كم طلع الحساب؟ 510. ها كرمت الله بالعافية. الله يعافيك. مو تقول ما أعطيتك عيدية. عيديته على التحدي، معناه انا مو مقتنع، انا قاعد اشوف ان لبسي احلى. ابا شوف تفاصيل، يعني شوف الكشخه، يعني سميت بناتي اي بعد لبس عيد. احنا كذي بالعيد نحب نبرق. اي صح، عيدك مبارك. ايامك سعيده. زين الحين عندنا ساعه نتسوق، لان بعدها لازم ناخذ سياره، ورانا درب ساعه حق المطعم اللي حاجزينه. حاجز مطعم لا شيء اسمه قصر. الله الله الله، ما بيحرق لك من الله 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 الله. تدري فيها تحدي حسب اذا مع بلاي جراوند ومع الاكل وهذا. والله زين اللبس كله كم طلع؟ 4000 اقل. 3750. طبعا انا الحين عندي تقريبا ساعه وشوي، بحاول كثر ما اقدر في اخر يوم اني اتسوق، لان وايد احب سوق مصر. بس هذا اقل الحبات، ما في حبات اكثر. هذا هو لقيت خوش محل بشتري حق بناتي من هذا البراند. طبعا هو براند عالمي بس مسوي عرض حلو، قطعه وقطعه مجانا. هذه حقي، هذا حق شو اسمه السباحه. اوكي ناخذ ثنتين من دول. بدش محل الشوزات. طبعا هذا براند مصري بس ريحه المكان جلد اصلي، والحلو بالمحل انه يعني بضاعته مختلفه وعندهم عرض باي 1 جيت 1، فانا باخذ باي 1 جيت 1 عشان اوفر الخساره اللي خسرتها. طلع حسابي 4320. خذيت 3 قطع. انا خايفه عبد الله ما يشتري شيء سنعوزي. الحساب طلع 4355، يعني 28 دينار. الحمد لله الحين تقريبا الساعه 8:30، خلاص قبل الوقت. شريت اغراض حق الاهال، المفروض الحين فاطمه خالصه، رايحين ورانا عشاء شيء مرتب. هي قالت لي انت عزمني، فانا خلاص مجبور على العزيمه هذه. بس بما ان هذه اخر ليله عندنا هني، لازم العشاء يكون صح. يلا بينا. جايبك اليوم حق واحد من اشهر المطاعم اللي موجوده بمصر، اسمه قصر الكبابجي.
وتشوفيه من الريد كارب تحس انك داش هوليوود، ولكن لا انا حاسه من الريد كارب. اي نعم شخصين. يلا yeah. واو فخامه عراقه اناقه لباقه. عبد الله بهالمكان اني شفت. شكرا شكرا. وناسه صوروا لي فيه وايد مشاهير. اي انا قاعد اشوف محمد صلاح. محمد صلاح صراحه صدق عوضني بالخساره. انا ابي ملوخيه مع فرخه ارانب ولا مليت من الملوخيه ارانب؟ في ملوخيه بالارانب؟ يا ويلك انطلبت. مع جزري والشاهي ما ابي اشوف. تاكلينهم تاكلينهم. ما ابي اشوف الاوردر. ما في حق شخص واحد؟ اوكي، من ياكل معي؟ شنو؟ العيش في بيديان ولحم وصلصه. لحم من فوق، لحم بيديان نفس المقلوبه؟ مقلوبه يعني مقلوبه. يعني ما شاء الله خليل ماخذ، اذا تحب تصور الطبق ماله، شوربه كوارع. كوارع. وطالب ملوخيه بالارانب. خبله ده هو صاحبك اللي طلب الخبله. احلف انت شنو طالب؟ كفته؟ بس كذا وخلاص. بس كذا وخلاص؟ وصين فيك. اوه صجيه صجيه. ياو. زين مع شنو نطق هذه؟ طحينه حمص متبل. اي هو متبل. هذا متبل. هذا شنو؟ هذا طحينه. حلفه؟ حمص. شو الفرق؟ بشاميل. بشاميل هنا. بشمل دل ولا بشمل الثاني مين؟ والله يعني عارف الأكلة. والله أرنبي ده أرنب صح؟ أيوة أول مرة؟ أنا عندي أرنبة صغيرة حلوة مرتبة. عبد الله اليوم بياكل أرنب. شوفوا طبق تكفى. والله لا لا أنت إيش طالبة؟ هابي بيرثداي. والله الاحتراف، والله الاحتراف. انا طلبت شوربه لسان العصفور قلت على حجمي، والطبق الرئيسي هذا مثل ما انتم شايفين. تبي كذا؟ بالصراحه تبدي هنا كذا، قولي اي رقم من 1 لـ5. اوكي قلت. فكرت فيه؟ قولي عليهم. اقول 4. شوفيها كذا. اوه انا تشم تبقى وياه؟ لا والله ما اعرفه، قبل دقيقه. ستوب. خذي الكارت شوفيه وخليهم كمان يشوفوه معك. شفتوا؟ اوه سوري. اوكي. بص يلا بطلت طلعي. كده هم عارفين الكارت بتاعك انت صح؟ صح. انا ما اعرفهم صح؟ ده كارتك انت؟ الاولي. لا ده كارتك الثاني؟ لا. طيب احطه هنا. ولا ده؟ لا. هات الكارت ابولك. ولا ده؟ لا. ولا واحد فيهم؟ ولا واحد فيهم. طب اختاري من دول اي ثلاثة، اي كارتين قصدي. اختار اي كارتين. زح. اوكي. قولي عليه. هذا وهذا. اختار كارت واحد بس. هذا. الكارت بتاعك انت كم فيهم؟ لا لا. اوه اوه زي كذا. علمني. عجيب. عاوزين واحدة حق عبد الله. سحر. طب بصي هون. يلا سحر. اي حد ياخذ بوصل بتاعك؟ لا. خالص. خالص. حنكتب مثلا اي 5 ارقام زي اي 5 ارقام اي حاجة زي اي رقمين. مسك الموبايل كده اكتبي انت الباسورد بتاعك والارقام دي وبعد كده خلي حد يكتبها. اوكي. دوس ايكوال. ايكوال يساوي يساوي يساوي. اوكي. بص هلغي كل حاجه. اختار اي حد بقى. اختار عبد الله. ما اعرفش الباسورد بتاعك؟ لا. طيب. يعني ماشي. في الكاميرا. كلها هنا قدامك عاديه صح؟ اوكي. فتح تليفوني؟ عايزك انت تقول في اي مكان ستوب. ستوب. ليك وقفت عند اول رقم في الباسورد بتاعك. شنو اول رقم باسوردك؟ اوف اوف شلون كذي؟ كذا الموبايل بتاعك انت مقفول صح؟ اي يعني لازم اكتب الباسورد بتاعك. بص على انت بس لا 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 اوف اوف هذا السحر الهكر ولا شنو؟ في كاميرا عندهم الباسورد بتاعك كم؟ لا عجيب معقولة؟ طب بص اقول لك على حاجة. عايز كل واحد فيكم يفكر في اي 5 ارقام جوه. 5 ارقام؟ اي 5. اوكي. قولي عليهم. 8 8 5 2 1. عامل علامة الضرب اهي. قول اي 5 ارقام. 6 0 0 3 3.
في اي حد هدوس بص هدوس ايكوال يساوي ده الناتج اللي طلع. في اي حد كان عارف ان انت تختار الارقام دي خالص صح؟ لا انا قبل ما اجي اصلا لو جيت فتحت موبايل انا كده اهو لان كنت انا كاتب الناتج ده عندنا. شاطر جاي كشري. طب بص هو صح؟ لو انا خرجت بابا كده بس روحت جاي عامل كده وكاتب مثلا ايه؟ نسيب 11 اي حاجه مثلا وبعد كاتب الناتج ده هو الناتج صح؟ بتاعك انت ينفع انا اعمله كده بس؟ هاخد الناتج من هنا من عندنا اللي بيننا عندنا. لا 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 انت لحظه انت من عندك خط اصلا؟ عندي خط بس هو انا جيت افتحها هي تقتنع؟ انا اقتنعت. طب بص اقول لك على حاجه انا بقى عشان انت ما عملتش معايا ستوب خليهم هم كمان يشوفوك على بص بس ما تخليه يشوف عايز تلخبطها؟ اوكي ايه صح راح اوتر الساحر هاخد هلخبطها يعني هلخبط الكوتشين هاخد شويه كده مثلا اهو شويه كده كده كلها باظت صح؟ صح بص يعني كده مفتوحة مقفولة صح؟ صح مقفولة من هنا ومقفولة من هنا صح متلخبطة انا اعمل كده لقاها كلها تعادلت معانا الكارت بتاعك انت لا 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 شلون كذي؟ عايز تبص عليها لجوه اهي عامل لها كده ثلاث فوق مصور؟ بص يعني طب اقول لك انا مثلا لو انت شايف ده رقم كام؟ سبعة عايزك انت مثلا لو كوتشيني اهي وانا رحت عندك كنت انا جبتها من ورا داير رول طبعا انا صورت بهذا الموقع الاستراتيجي في المطعم مثل ما انتم عارفين عبد الله لازال متواجد برا قاعد يشرب كشري احنا الحين قلنا مطعم قص الكبابجي ولكن احنا حاليا في القاعه خلينا نقول الملكيه او الفي اي بي اللي اشهر الممثلين واللاعبين يو هني فاطمه القلاف هذه اخر كومبارسه هني على هالطاوله شرفتنا انا جبتكم هني عشان احل مشكله كبيره لاني ملك كم طلع؟ هذا وصل حسابنا أنا وفاطمة تقريباً 3114 يعني جريب 21 دينار حلو أنا قلت لك إن أنا عازمك كرمك الله بس أحس أنا ودي استثمر مليون جنيه كمان؟ آه. يلا بالعافية نعافيك خوش محل بيه كلمة حلوة وكلمتين منو بيمرت الحين؟ كيوغو آه ضبطت وياهم؟ قلتي لي او انا مسافره لا عساس اكلم يبي له سفره اتصل عليهم عشان يمروني اي نعم عبد الله سنعوسي راح اوصل ان شاء الله الكويت على الساعه 7 تمام عندكم تذكره شكرا يعطيك العافيه الحمد لله خلصت سفرتنا اي واللي استمتعنا فيها انا عن نفسي استانست انا وايد استانست الحلو بسفرتنا انه كان فيها تباين او كونتراست يعني انا يمكن خذيت اكثر الجانب الشعبي انت شفتي العالم الاخر صجنا التقينا بعض الاحيان ولكن كل واحد فينا كان عنده تجربه بمصر عبد الله نعم انا متعوده على هالطبقه هي طبقه بالطبقه اللي كنت عايشه فيها اي هذا انا اشوفها كذي يعني شوف انا حتى قبل لا اي المطار استشورت شعري يعني ابي احس اني بمصر انا يعني بمايو عدل قلبك لان هذه الديره الوحيده اللي على كثر ما يعني تدفع تحس نفسك كاشخ ومو دافع شيء وبنفس الوقت حتى اذا ما دفعتي راح تستمتعين ومدلل يا برنس يا فصراحه لا كلامهم انا دلعوني الحين سؤال احنا جايين هني حق تشالنج منو يصرف اقل على الميزانيه اللي معطينا اياها اللي هي 1500 اوكي كم صرفتي من ال 1500 توني حسبت 1256 يشمل شنو الطيران التذاكر السياره الجناط كل شيء انا اجمالي التذاكر السكن المصرف المواصلات الله يستر إيه. كله طلع علي 935 في يا جماعة 935 ألف وكم؟ 1256 أنا بالنسبة لي استانست أنا استانست كل واحد استانست بطريقته يعني أنت فايز علي؟ نداء الأخير نداء الأخير؟ يلا يلا 1900 كشخة حتى بالطيارة؟ والحمد لله انتهت رحلتنا شنو تقييمك حق السفرة بشكل عام؟ وايد كانت سفرة حلوة أساساً مصر حلوة يعني أي يعني شغل مو شغل تستمتع فيها بكل وقت زين منو بيجي بالثانية؟
عايز ايه عرفت جمعة على خير ايه العصاية الحمد لله على السلامة الله يسلمك شبتوا لي معاكم ابن لك ام كلثوم بس و ولدها كلثوم اسمع خرفتك يا سانة فرقتها عسى استانستوا وايد الحمد لله صراحة فخورة فيكم كل واحد فيكم رد ومع كاش لكن عبد الله يعني رديت بمبلغ اكثر من فاطمة بس والله فاطمة عجبتيني المهم انك استانستي الحمد لله الحمد لله متى نشوفك والله الساحر اللي بمصر اللي فتح تليفونك خلني اقول لك متى بتشوفوني في شيء بعد ثاني المكسيك متى مع السلامه شن مو شرط المكسيك يعني على اي مكان لا لا صيف طويل ترى عبد الله نعم كيس الصواعق ايه مكانك كله تبين يعني مع السلامه ايه اخذ واحد بس كلثوم صغير ولا ربع كلثومه مع السلامه